أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانيا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أما بعد، قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ننفذ اليوم بفضل من الله ومنا هذا المشروع المبارك، مشروع إطعام أهلنا المكلومين هنا في شمال قطاع غزة الصابر المحتسب، بتبرع كريم من الشعب الأندونيسي المعطاء وبتنفيذ جمعية الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية INH. شكر الله للجميع بذلهم وإحسانهم وعطاءهم وإطعامهم. حياتك هانية بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا. تخفي يمينك بذلها وغدا ينالك ظل ستدنو جنة للمحسنين فمن لها. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك.